جاهزين حكيم. يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم، بس على التسجيل حتى محمد. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا، المحاضرة الأولى بالطب الطوارئ من الناحية القلبية، ما يهمني أنا يعني، هو الإنعاش القلبي الرئوي. طبعا انعاش القلب الرئوي من المواضيع الكثير الهامة اللي لازم يعرفها أي طبيب، مو فقط طبيب الأخصائي الطوارئ، لا، الطبيب العام لازم يعرفه، وأطباء الطب لازم يعرفه، ولازم يكون حاضرانين دورات انعاش قلبي رئوي، لا يكونوا على تماس وثيق مع المريض الحاد الأكيوت المصاب قدامهم، كيف يتداخلوا لإنقاذ حياة شخص صار معه أي حادث أو ستروك أو توقف قلب مفاجئ. تخيل أنت كطالب طب أو طبيب وصار عندك مشكلة، مثلا لا سمح الله في العائلة، يعني صار عندك أحد أقربائك أصدقائك توقف قلب، كيف الخطوات الأساسية اللي تتبعها؟ لازم أنت تكون منظم فكريا وذهنيا لهالشيء هذا، ولازم تكون خائض دورات انعاش قلبي رئوي لتقدم الخدمة السريرية المثلى لهالزميل هالأخ القريب. لهالشي هذا نحن لازم نكون عنا فكرة، فكرة واسعة جدا يعني، من ناحية الطوارئ عن موضوع الانعاش القلبي الرئوي. لهذا أنا بدأت بهالموضوع، وهذا الموضوع يهمني يعني، يمسني أكثر شيء بحكم عملي بهالمجال هذا، ونحن على تماس وثيق مع المرضى القلبيين، حبيت أوصل الفكرة، إن شاء الله الفكرة تصل بالقدر المناسب لطلابي الأعزاء. طبعا راح نساوي بمحاضرة اليوم مقاربة المريض من الناحية الإسعافية، إذا كان في عنا مريض عنده توقف قلب شو هالخطوات اللي بنتبعها. إحنا أخذنا التخطيط وعرجنا على التخاطيط بشكل جيد، اليوم راح نشوف بعض التخاطيط كيف نسوي مقاربة إسعافية للتخاطيط المهددة للحياة أو الاضطرابات الكهربائية المهددة للحياة، كيف نورس سلسلة البقاء على قيد الحياة، الدعم أساسي، الدعم الزمني كمان، دعم في المرحلة الحادة والمرحلة اللاحقة. كمان ركزنا على موضوع الكورونا، لأنه يعني عم بلاحظ في المجتمع أنه كل مريض كورونا أو كل مريض قصور قلب حاد هو كورونا حتى يثبت العكس، وهذا عم بمسه كثير في العيادات بصراحة. ما هي عقابيل الانعاش القلب الرئوي؟ ما هي الاختلاطات اللي بس بنشوفها على مرضانا ما بعد الانعاش القلب الرئوي؟ ما هي الفترات الزمنية والخطوات العملية التي قدمت خلال الفترة الزمنية الذهبية؟ كيف إذا تأخرنا في الإنعاش القلب الرئوي راح ينعكس هذا على حياة المريض، وراح يسوينا في المجتمع يعني حالة جدا مأساوية، ونحن بصراحة على تماس معها كثير. نبلش بأول سلسلة، مقاربة المريض من الناحية الإسعافية. حالات الإسعافية حالات كثيرة، ممكن تكون أنت في العيادة بتجيك حالة إسعافية، ممكن تكون أنت في الشارع بتجيك حالة إسعافية، ممكن أنت تكون بكرة إن شاء الله باختصاصه بالمشفى تجيك أيضا حالة إسعافية مهددة للحياة. لذلك لازم يكون عندك فكر واسع وفترة زمنية ذهبية ما بين 5 ل 10 ثواني لدقائق، آسف، من 5 ل 10 دقائق لازم أنت تكون تصرفت وفق الخطوات A B C D حتى H. لكل خطوة لها مدة زمنية، هالمدة الزمنية إذا أنت اشتغلت وفق بروتوكول معهود، سواء كان بروتوكول رح نعتمد البروتوكول الأوروبي هون بالمحاضرات، في البروتوكول الأمريكي كمان معتمد. إذا اشتغلت حسب البروتوكول المعتمد وفق تسلسل منهجي وفكري وذهني، رح تكون أنت أنقذت المريض إن قدر له الحياة على يدك. طبعا المنهجية حسب الأحرف الأبجدية آل أيروي بالنسبة لتحرير الطريق الهوائي. انت لازم حتى تنعش مريضك لازم تأمن له سبيل هوائي فري، حر، وهالسبيل هذا لازم تفحص انت المريض من حيث استجابته للانعاش،
من حيث تحقق انه في عندك اي مشكله في السبل التنفسيه او الطرق التنفسيه، سواء كان انسداد بالطرق التنفسيه العلويه او السفليه. وانت على مستوى الانعاش راح نكون مركزين اكثر شيء على الطرق التنفسيه العلويه، بينما السفليه بنشوفها في الامراضيات اكثر. لهذا قبل انعاش اي مريض لازم انت مباشره تسوي تحرير للطرق الهوائيه. لازم تفتح فم المريض، تحرر البلعوم، تحرر اللسان اسف، وبتسوي نظره سريعه خلال فتره زمنيه سريعه جدا، خلال 1 ل2 سنة بشوف انه الطرق الهوائيه العلويه سالكه. فما احلاك انت بتسوي انعاش لمريض ومريضك عنده جسم اجنبي مثلا، مبتلع جسم اجنبي وساد للطرق التنفسيه العلويه، فما راح تحسن تقدم له انعاش مطلقا. لهذا اول فكره لازم ندقق نحن على سبل الطريق الهوائي. بالنسبه للتنفس لازم ندعم التنفس، بنشوف نحن مريضنا عدد حركات التنفس، مريض متنفس ولا لا، متنفس بشكل جهدي، متنفس بشكل عفوي، مريض في عنده زله، في عنده سحب جهدي، خطوه خطوه نتداركها وبنشوف شلون. لكل مره لكل حاله لها تدبير خاص بها. نشوف السيركوليشن كمان، لازم مباشره نحن بنشوف مريضنا من الناحيه الوعائيه شو موضوع النبض المحيطي والمركزي. لازم انا مباشره احط ايدي على السباتي وعلى الفخذي لاشوف الشريانين هامين جدا، وهما يعكسان الدوره القلبيه اذا كان القلب متوقف ولا لا. انت قدامك انعاش ومريض في حاله كوما، اول شغله بتحط ايدك على السباتي، شوف السباتي ايش وضعه، شريان السباتي نابض ولا لا. مباشره بتحط الايد الثانيه على الفخذي، مدسوس ولا لا. اذا كان غير مدسوس كان في تداخل، واذا كان مدسوس انت في مرحله الامان. لا ننسى النبض المحيطي، تحط ايدك على الشرايين المحيطيه وعلى راس الشريان الكعبري. ايضا بدك تشوف مريضك ساخن، دافئ، بارد، الترويه المحيطيه كيف هي. كمان لازم نسوي تقييم الوعي من الناحيه العصبيه، نشوف مريضنا حسب جلاسكو. لكن جلاسكو بصراحه يعني اذا بتعتمد على معيار جلاسكو بانعاش قلبي رئوي حاد، وهو يعني معقد جلاسكو، يعني انت لما تساوي مثلا جلاسكو من 15، ما بعرف اذا اخذته جلاسكو، لتقول لمريضك مثلا فتح العينين تعطيها 4 علامات، والاستجابه الكلاميه تعطيها 5 علامات، والاستجابه الحركيه تعطيها 6 علامات، فحسب استجابته ممكن تكون عفويه او ممكن تكون منفذ للاوامر او لا ينفذ الاوامر او غير متوجه في الكلام، او مثلا وضعيه عطف اليد او وضعيه بسط، وضعيه الدوران حسب الجلاسكو، 15 من 15 جلاسكو. لكن جلاسكو علميا لا يطبق في الانعاش القلبي الرئوي. ففي عندنا تقييم مقياس جديد هو RVBU scale، وهذا مقياس سريع بصراحة بديل عن جلاسكو. فقط انت مباشرة ممكن تقرب لعب اتجاه المريض وتشوف الـ A الريت، انه واعي ولا غير واعي، متجاوب. مثلا مريضك في حالة كوما ممكن مباشرة تطلع عليه مصدوم كوما غايب عن الوعي ولا متجاوب، كيفك محمد ان شاء الله بخير، بيجاوبك او متوجه، يعني ممكن توجهك لعلامة جيدة. الفي المريض مستجيب للمنبهات الصوتية للفويس مباشرة، انت مثلا ما بتوقف جنب رأس المريض، شلونك، وين انت، مستجيب ولا ما مستجيب. المريض مستجيب للمنبهات الألمية البين، ممكن تساوي له مثلا ضغط على المنعكسات الألمية، مستجيب ولا غير مستجيب، والمريض غير متجاوب مطلقا ليو. فهذا مقياس سريع يستعمل في حالة الانعاش القلبي الرئوي للمريض المصدوم قدامك او داخل في كوما. اما الجلاسكو كور هادي ورايق وعين الله عليك ومريض عصب تستعمله، لكن ما فيك تطبق جلاسكو في حالات الاكيوت. نلقي نظرة للمريض، نشوف ايش وضع الجسماني عنده، في عنده رضوض، في عنده كسور، في عنده أذيات في العمود الفقري، العمود الرقبي بالتحديد. أنت لما بتساوي إنعاش بدك تسوي تنبيب للمريض لازم تنتبه مباشرة على العمود الرقبي، إذا كان في عنده أي كسر على مستوى الفقرات الرقبية وأنت عم تدخل تيوب
مشكلة كبيرة يعني، ممكن تزيد الأذية، هذا يؤدي إلى عقابيل لاحقة على الناحية العصبية، ممكن توصل حتى الشلل يعني. إذا كان المريض داخل في اختلاج، نوبة اختلاجية والنوبة الصرعية، لازم أنت كمان مريضك تقدم له الخدمة الإسعافية السريعة. والنوبة الاختلاجية استمرت أكثر من نص ساعة، هي نوبة اختلاجية ممكن تكون مهددة للحياة، لهذا لازم أنت تكون سريع في التعامل مع النوبة الاختلاجية. لازم تأمن جلوكوز وأكسجين بشكل داعم للدماغ بشكل سريع، وممكن تتداخل بالأدوية الخاصة بالاختلاجات. أيضا نحن دائما بنقول المريض ده لا تنسى اللايبراتوري، التحاليل، وعلى رأسه الجلوكوز مباشرة. أي مريض قدامك حتى بأسئلة التخرج بالامتحان، مريض كوما قدامك، مريض غائب عن الوعي، أول اختبار ماذا تجري له؟ بس أول اختبار، أول اختبار بس يجس للشرايين المحيطية والمركزية، مريض فيه نبض، خلص ما تخوف. إيش الاختبار الأول اللاحق؟ سحب تحاليل على رأس الجلوكوز. ممكن مريضك سكر يصير عنده نبض انخفاض سكر، وهي شائعة جدا بنشوفها. فبيكون أجوبة أطبائنا إنه والله بنسوي سيتي سكان مشان ننفي الاستروكات الدماغية، وهذا غلط. أول اختبار تجري له هو السكر، اختبار تحليل سكر الدم بالإضافة للشوارد وعلى رأسها الصوديوم والبوتاسيوم، أهم شيء البوتاسيوم، الخضاب والهيموتوكريت، هذول أساسيات. بالنسبة للقصة، القصة المرضية ممكن ناخذها من المرافقين، مريضك في حالة كوما ما فيك تاخذ القصة منه، أو سويت له إنعاش وبعده غير مستقر قدامك، فلازم تشوف شو هي السوابق الدوائية والسوابق التحسسية له، السوابق الجراحية. ممكن نشوف آخر مرة أخذ فيها أدويته، أخذ أدوية السكر، أدوية قلبية له ولا لا، وشو اللي صار معه لوصل للإسعاف، أو شو اللي صار معه وأنت شفته قدامك. هل الإجراءات هاي من 1 لـ 8 لازم نقوم فيها خلال 5 لـ 10 دقائق، لأن أنت يعني أنت قدام إنعاش قلبي رئوي، لازم ما تستهلك وقت طويل، يعني 10 دقائق سقفك أنت لازم يكون أخذت كل هالمعلومات وسحبت جميع التحاليل وقيمت مريضك من الناحية التنفسية ومن الناحية القلبية وأيضا من الناحية العصبية. في قاعدة DRABC، هالقاعدة تطبق في طب الطوارئ خارج الإسعاف، خارج يعني الإسعاف خارج المشفى. الدي تعني وجود الأمان للطبيب والمريض، لازم أنت تكون على يعني أنت مريضك مثلا صار عنده حادث سير، لازم تكون في منطقة يعني تبعده عن الشارع، تبعده عن الحريق، تبعده عن الإنذارات الموجودة في جنبه. والآر بدك تشوف إنه هالمريض هذا في استجابة له ولا لا. الدي آر يعني الآ بي سي هي الطرق المنهجية المتبعة في الإنعاش القلبي الرئوي. يعني عم ندخل هيك مدخل خفيف، توقف القلب. رح نبلش عندنا مريضنا عنده توقف قلب مفاجئ. كيف نتعامل مع المريض من الناحية الإسعافية؟ لمريض إجاك بكارديكال أرست، توقف قلب، وهي حالة شائعة جدا ومن أحد أهم الأسباب المؤدية للوفاة وأكثر الحالات اللي بنشوفها في المشافي. وأي مريض يعني أي مريض عنده كوما، فاقد من الوعي، يعني التشخيص الأول له هو توقف قلب. فممكن يكون من إصابة إكليلية، إصابة شريانية، ممكن إصابة نصفية، ممكن عندك أمدم، ممكن عندك اضطرابات في النظم، فهذا يصير توقف قلب مفاجئ. فأنت لازم تسوي دعم سريع لهالمريض هذا اللي عندك اللي صار قدامك توقف قلب، دعم تنفسي ودعم قلبي دوراني أيضا. لازم تأمن له أكسجين سريع، خلال 4-5 دقائق ما أمنت له منبع أكسجيني، فهذا راح يسبب له مشاكل وعقابيل دماغية، فبسبب له تطبيط، تؤدي ذلك لتطبيط مركز التنفس في الدماغ، بالتالي يصير عندنا نقص تروية دماغية وعقابيل لاحقة. الدقائق الخمسة الأولى ذات أهمية بالغة في إنقاذ المريض. بس تأخرنا عن إنعاش القلبي الرئوي راح تنخفض الأكسجين الدماغية، بالتالي بصير عندنا أذية الدماغ خلال 2 لـ 3 دقائق، وأذية القلب 5 لـ 10 دقائق، وأذية الكلية 15 لـ 20 دقيقة. من الملاحظ أنه الدماغ هو من الخلايا النبيلة والخلايا ذات
حساسة جدا، وهي يعني من الأعضاء اللي تحتاج للأكسجين والجلوكوز وبنسبة عالية. فإذا أخذنا أكثر من 3 دقائق راح يصير عندنا أذية حسب المنطقة في الدماغ اللي تأذت، راح يكون في عندنا إصابة في عقابيل لها لاحقا. القلب ممكن حتى 10 دقائق، لكن أنت ما بين 5 10 دقائق لكن تكون أمنت تروية وأمنت أكسجة للمريض. الكلية راح تتأذى بعد 20 دقيقة، ولهذا لازم نكون نحن سريعين جدا. فالتدبير السريع للمريض يجنبنا من الأذيات الغير عكوسة. أنا بقول أذية غير عكوسة يعني خلاص صار عندي إصابة، والإصابة راح تتطور لعقابيل لا نستطيع السيطرة عليها. تعريف توقف القلب تغير من الدراسات القديمة إلى الدراسات الحديثة، وكل سنة بصراحة، وحتى كل سنة أحيانا مرتين ثلاثة بصير عندنا دورات جديدة في الإنعاش القلبي الرئوي. لذا بتنزل بروتوكولات جديدة في تعريف توقف القلب، وهالبروتوكولات توافق الحالات اللي عم نشوفها في المجتمع. فالجمعية الأمريكية إلها تعريف، والجمعية الأوروبية إلها تعريف، وهذا يتطور بشكل سريع جدا يعني، وخاصة في موضوع الطوارئ. تم تعديل التعريف السابق للجمعية الأمريكية بالنسبة لانعاش توقف القلب، هو اضطراب في التنفس أو غيابه بشكل كامل. شوف عم دقق في الكلام بقى، هون جينا للكلام النظري والكلام اللي بيهمنا بالامتحان. تعريف توقف القلب إذن هو اضطراب التنفس أو غيابه بشكل كامل، اضطراب أو غياب، مع فقدان وعي تام، كوما، وغياب النبض المركزي، حيث يقصد بالنبض المركزي نبض الشريان السباتي أو الفخذي، لأن غياب النبض المحيطي وهو الكوبري قد ينجم عن أسباب أخرى غير توقف القلب، كالصدمة. مريض عنده نقص حجم راح يكون في عنا النبض المحيطي ضعيف أو خيطي أو غير مسوس أصلا، أو نقص تروية محيطي، أو تشنج وعي، تشنج إكليلي. لذا تعريف الحديث لتوقف القلب هو اضطراب في التنفس أو غيابه بشكل كامل، أو كوما، مع مريض عنده كوما، فقدان وعي تام، لكن الأهم من ذلك غياب النبض المركزي وليس النبض المحيطي. الجمعية الأوروبية توقف القلب هو فقدان وعي تام مع غياب الحركات التنفسية، أو التنفس غير المجدي، أو التنفس غير الطبيعي، رغم تحرير الطريق الهوائي لمدة 10 ثواني، وذلك دون تحري النبض. عم نلاحظ اختلاف بين الجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية، إن الجمعية الأوروبية الأمريكية بتعتمد على القلب بشكل أساسي، على النبض المركزي، بينما الجمعية الأوروبية بتعتمد على الحركات التنفسية أكثر. في كلا التعريفين فقدان وعي تام، لكن في تعريف الجمعية الأوروبية ممكن في اضطرابات في التنفس مع فقدان وعي تام لكن غياب نبض مركزي. في تعريف الجمعية الأمريكية ممكن غياب بشكل كامل للتنفس مع غياب النبض المركزي، لكن في الجمعية الأوروبية الشيء الأساسي إنه غياب الحركات التنفسية بشكل كامل، يعني تنفس غير مجدي وليس اضطراب في الحركات التنفسية. وهذا الشيء بيهمنا كثير من الناحية ناحية الامتحان، لازم نركز عليها. دون تحري النبض المركزي، دون تحري النبض المركزي، ولازم نوضح الاختلاف الكبير بين الجمعية الأمريكية والجمعية الأوروبية. وبصراحة هي مجموعة دراسات بيعتمدوها كلا الجمعيتين، وكلا الجمعيتين يعني نحن بناخذها. نحن بالعادة بالقلبية بنركز صراحة الجمعية الأمريكية لأمراض القلب المدرسة كلها، وأيضا الجايد لاين الأوروبي كمان بنطلع عليه، وموجود عندنا قائد أوروبي كل سنة بينزل، لكن المطبق نحن الجمعية الأمريكية هي الجمعية يعني تعتبر ذات الأفق الأوسع والشيء الأجدى يعني. طيب هلأ بدنا نحكي بقى على أسباب. الصوت مسموع بس يا شباب هيك بعد إذنكم؟ إيه حكيم مسموع. جميل، بس اعذروني دقيقة بس هيك. السلام عليكم. كيف هذا المريض على قدر السابق؟ على قدر السابق شديد يعني في مزاج كثير.
شفت صورة صفر تبعنا هيك صار صورة صفر صفر قلت اسمعي بعد كده شو رأيك؟ المشكلة أنا مناوب وفي عندي مريض يلا بس دايه زيك أمشي الحالة منه. أسباب توقف القلب. من أسباب توقف القلب إحدى ثلاث آليات، ممكن اضطراب بالفعالية الكهربائية، يعني في عنا electric cardio activity تكون impaired مضطربة، أو اضطراب في التقلص العضلي، يعني ما في عندي contraction بالنسبة للعضلة القلبية. بس قلوا أنا بالمحاضرة بس بيصبر شوي عليه أنا سيرا محاضرة أو لا. إذن كيف يتوقف القلب؟ يتوقف القلب إما يكون في عنا مشكلة في الكهربائية القلب أو في عنا مشكلة في الكونتراكشن بالنسبة للتقلص العضلة القلبية أو خلل بالعود الوريدي، يعني في عنا مشكلة في العود الوريدي المحيطي أو سوء النتاج القلبي. الكارديك أوتبوت بيكون في أي مشكلة، يعني الإي إف يكون عنده منخفضة بالتالي مريض داخل في قصور قلب. لكن أهم سببين اللي يتوقف القلب هي الاضطرابات الكهربائية واضطرابات التقلص العضلة القلبية. طيب اضطرابات الفعالية الكهربائية على رأسها أخذنا الفي إف الفنتركولار فيبريليشن رجفان الأذيني وهو من أشيع أسباب اضطرابات الفعالية الكهربائية. توقف القلب السيستول وشفنا التخطيط لما يكون تخطيطنا كخط. تسرع القلب البطيني فينتكرا تاكي كارديا كمان شفنا تسرع القلب البطيني ذا الشكل الوحيد ومتعدد الأشكال. الـ VF كون RR غير منتظمة بالتالي أنه في عنا QRS عريض وغياب موجة بيئة منتظمة ضمن المركب. الحصار القلب التام Complete Heart Block أشيع الأسباب الكهربائية لاضطرابات العضلة القلبية أو توقف القلب من الناحية الكهربائية. أشيع الأسباب على رأسها الـ VF الرجفان الأذيني الرجفان البطيني أسف. لكن لا ننسى السيستول ولا ننسى التسرع القلب البطيني وحصار العضلة القلبية التام وهو سؤال امتحاني هام. اضطرابات تقلص العضلة القلبية يعني في عندنا مشكلة في contraction of heart وعلى رأسها نقص الأكسجين. العضلة القلبية عضلة حساسة جدا للأكسجين، فإذا نعرف أن العضلة القلبية تتغذى من الشريان الكليلي الأيمن والأيسر وفي مرحلة الانبساط دايستول، لكن إذا صار عندي أي إصابة في أحد الشرايين فكمية الأكسجين كمية الدم الذي يحمل الأكسجين للعضلة القلبية سوف تنخفض. إذا كان عندي بلوك كامل لهذا الشريان هذا يؤدي لتوقف تغذية العضلة القلبية بالأكسجين بالتالي راح يسببنا مشكلة. ناهيك إذا كان قطع الطرق التنفسية أيضا فعندي مشكلة في نقل الدم إلى الرئة سيؤدي إلى نقص الأكسجين، نقص الأكسجين سيؤثر على العضلة القلبية بالتالي سينقص النتاج. لكن كم يحتاج من المدة الزمنية ما بين 5 إلى 10 دقائق خلافا للدماغ؟ الفيزيولوجيا راح يصير عندنا تحول من استقلاب الخلوي اللاهوائي وتراكم اللاكتات، واللاكتات من الفضلات الضارة للعضلة القلبية بالتالي يصير عندنا حماض استقلابي. نقص النتاج راح يؤدي إلى مشكلة دماغية أكيد، بالتالي راح يسوينا أعراض دماغية لاحقة. الأدوية كثير من الأدوية التي تؤثر على العضلة القلبية وكثير خاصة من الأدوية الدارجة في المجتمع وعلى رأسها المخدرات الاستنشاقية كالهالوثان له دور كبير، حصرات الكلس مضادات الاكتئاب الحلق ثلاثية الحلقة والديجوكسين أيضا يؤدي إلى نقص النتاج في مراحل متقدمة خاصة إذا كان عندنا تسمم بالديجوكسين. إذا مجموعة من الأدوية وعلى رأسها المخدرات الاستنشاقية وحاصرات الكلس ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة، احتشال عضلة قلبية الواسع إذا كان عندنا إصابة واسعة كما أسلفنا، الفشل القلبي قصور القلب محاضرة كبيرة راح نأخذها لاحقا في القلبية. وأنا وضحت قبل ما أدخل في المحاضرة إنه المحاضرة العاش القلب الرئوي راح تتوسع أكثر، راح يصير عندنا فهم لها أكبر لما بناخذ القلبية وندخل فيها شوي شوي خاصة في مقاربة المريض لقصور القلب مقاربة مريض الاحتشاء.
مقاربة مريض صمامات أو اعتلالات العضلة القلبية. الحماض الاستقلابي الأسيدوزز، يعني الأسيدوزز نحن بنعرف البي اتش ما بين 7.35 7.45. إذا انخفض البي اتش تحت 7.35 كان خاصة بالتحديد 7.1، الأرقام هون عكسية، سيؤدي ذلك إلى تراجع في عمل العضلة القلبية. وفي جسم لا ينتج إلا الأسيدوزز لازم نحن نتغلب على الهيدروجين، لازم الهيدروجين نطرحه مباشرة. ممكن نوفر أكسجين، وممكن الكلية لها دور كبير في إطراح الهيدروجين، وخاصة في البروكسيمال وعروتها لحتى الديستال. اضطراب الشوارد وعلى رأسها البوتاسيوم، هنأخذ محاضرة كبيرة عن البوتاسيوم في القلبية، أيضا الكالسيوم والمغنيسيوم. إذا مجموعة من العوامل التي تؤدي لاضطراب في الفعالية الكهربائية، على رأسها رجفان البطين. لا ننسى نقص الأكسجة له دور في اضطرابات تقلص العضلة القلبية وتأثيرات الأدوية واحتشال العضلة القلبية وقصور القلب والحماضات. والحماض الاستقلابي هو الأساسي. اضطراب الشوارد وعلى رأسها المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم. مجموعة كبيرة بصراحة تؤدي إلى توقف القلب، وخاصة إذا ما داركنا الحالة الحادة. سوء العود الوريدي أو سوء النتاج القلبي، أحد الأسباب خارج القلبية والتي تشمل نقص العود الوريدي أو وجود عائق أمام عضلة القلب. وعلى رأسها الريحة الصدرية، زيادة التلوث الوعي، صمة رئوية، زيادة السعة الوريدية، تمزق العضلة القلبية نتيجة احتشاء مثلا السطام التاموري والتهاب التامور المزمن الحاد على أرضية إزمان، انضغاط الوريد الأجوف وخاصة الأجوف العلوي والأجوف السفلي، نقص حجم داخل الأوعية. أي مريض عنده نزف راح يؤدي ذلك إلى سوء النتاج. نلاحظ أن مجموعة من العوامل الفيزيولوجية خارج القلبية، أي مريض عنده نزف، حادث سير نزف، صار عندنا نقص حجم، وبالتالي راح يؤدي ذلك إلى سوء العود الوريدي وسوء النتاج القلبي، فبندخل في قصور قلب. انضغاط في الأجوف، أجوف سفلي وأجوف علوي أيضا، لكن أجوف السفلي بصراحة هون أكثر. صطام التاموري، مريض عندنا التهاب تامور حاد، راح ناخذ محاضرة كبيرة عن التامور، دكتور نادر حاطينا إياها. تمزق العضلة القلبية الحاد، وخاصة بعد احتشاء العضلة القلبية، ريح صدرية ضاغطة، صمة رئوية، مجموعة من العوامل، أمهات الدم المسلخة، مجموعة من العوامل الكثيرة كلها تؤدي إلى توقف القلب. فتوقف القلب ممكن يكون نتيجة إصابة في الكاردياك إلكتروجي إما كهربائيا، أو في الكونتراكشن في التقلص العضلة القلبية، أو سوء النتاج. أشكال توقف القلب، توقف القلب التام أو بطء القلب الشديد، لاحظين تخطيطيا أسيستول، وهي الحالة يعني ذات فشل إنعاش في القلب الرئوي تقريبا 100%. هنا لا نستخدم الرجفاء، لا نستخدم الشكل الصدم مطلقا، لازم نساوي CPR تمثيل، ممكن نعطي أدرينالين، لكن أما نساوي صدم للمريض إذا ما في عندك فعالية كهربائية دوما، يعني ملاحظة، إذا ما في أي فعالية كهربائية لا تصدم مطلقا. يعني بيجيك تخطيط بالامتحان هالشكل هذا ما في فعالية كهربائية، كل مما يلي ممكن استخدامه لهذا المريض مثلا أدرينالين، ممكن أتروبين، ممكن صدم، مضاد استطباب مطلق الصدم. وهذا من الأخطاء الشائعة اللي بنشوفها في تدبير مريض الإنعاش القلب الرئوي. الرجفان البطيني وتسرع القلب البطيني لا نبضي، بدون نبض بلسس، أهم شيء إنه ما في، أهم شغلة تسرع القلب البطيني، تسرع القلب البطيني غير مهدد للحياة، الفنتركولار تاكيكارديا، لكن إذا ما في عندي نبض فهو مهدد للحياة، لكن رجفان البطيني مهدد للحياة. لازم نصدم، إمتى بصدم بالفنتركولار تاكيكارديا؟ لما بيكون ما في عندي نبض مباشرة، في عندي تسرع قلب بطيني، بحط إيدي على السباتي، بحط إيدي على الفخدي، في نبض ما بصدم، ما في نبض بصدم. لازم أكون أنا حذق وفهمان المعلومة وأطبقها بشكل علمي. بنلاحظ هون الرجفان البطيني، RR غير منتظمة، QRS عريض غياب، موجة ب
هذا رجفان خشن يعني ممكن يستجيب على الصدم، صدم كهربائي مباشرة، بلش 50 جولة انت طالع، بلاحظ صرع قلب بطيني لكن ما في نبض. فالسس مريض، حطينا ايدنا على النبض لا نبض، فهذا يعتبر مهدد للحياة ولازم أصدم. أيضا البي اي اي يعني الفعالية الكهربائية، نشاط كهربائي بدون نبض، بتلاحظ التخطيط، تخطيط مثالي ونظامي لكن ما في نبض، وهي من تعتبر من الحالات المهددة للحياة، لازم تداخل عليها بشكل إسعافي. يعرف أيضا بالافتراق الكهربائي الميكانيكي، أنت بتشوف قدامك تخطيط ميكانيكي كهربائي مثالي لكن من الناحية الميكانيكية مريضك لا نتاج قلبي صفر، لهنا لازم تداخل عليه. ما أصدم، لا تصدم، هنا لازم نسوي السي بي آر. فلاحظنا أنه في البي إي إي لا تصدم، سي بي آر مباشرة، لا نستخدم الصدمة الكهربائي لأنه ما في عندي فعالية مطلقة، وما بصير تصدم أيضا في الأسيستول ما في فعالية، لكن بالرجفان بتسرع القلب البطيني لا نبضي أصدم. حطيت إيدي شفت أنه ما في نبض أصدم، في نبض نبض خوف بتسرع القلب البطيني، لكن رجفان البطيني صدم مباشرة. لازم أكون أنا منتبه لكل حالة، وهدول الحالات هي الحالات المهددة للحياة. لكن أنت بتلاحظ على المونيتور أو التخطيط قدامك في عندك موجات مثالية وكيو ار اس عريضة، ما بتلاحظ موجة بي بصراحة. بالفعالية الكهربائية نشاط الكهربائي بدون نبض لا توجد موجة بي، مضاد استطباب الصدمة أصلا. لازم تساوي سي بي حكيم، إذا صدمنا بحالة مضاد استطباب إيش ممكن يصير يعني؟ هلأ إذا أنت صدمت بتسرع القلب البطيني وكان مريضك فيه عضل نبض، حولته لرجفان بطيني، طورته لاضطراب نظم أخطر، بالتالي رح تدخله في يعني مشاكل أكبر وأنت غنى عنها. فأنا ما بصدم، يعني الحالة تسرع رجفان بطيني حالة مهددة للحياة، لكن تسرع القلب البطيني غير مهددة للحياة. ممكن أعطيك أميودارون بيمشي الحالة، شرط بيكون في عندي نبض، شرط يكون عندي نبض. أنت عندك تسرع قلب بطيني ونبض مدسوس، لا إيش أصدم؟ الداخل دوائيا مباشرة، صدمت وغير صدم غير مجدي حولته رجفان بطيني، تروح مريضة. فمن السلايدات السابقة يعني أهم شيء لازم تعرف إمتى تصدم وإمتى ما تصدم، وش هو أشيع سبب كهربائي ليتوقف القلب، لازم أركز عليهم. في عنا شيء اسمه سلسلة البقاء على قيد الحياة، يعني مجموعة من الخطوات المساوية في الانعاش القلب الرئوي الصحيح، 4 خطوات. لازم أشخص بشكل باكر إيش السبب الأساسي لتوقف القلب، أطلب مساعدة، ممكن يكون في طبيب بجنبي، ممكن أطلب الإسعاف مباشرة أو أكون أنا في المشفى أو أتصل في الأخصائي ينزل مباشرة، سي بي آر مباشر. إذا كان في عندي رجفان لازم أسوي له الشق صدم، والرعاية بعد الإنعاش. بعد الإنعاش لازم أشوف الحالات اللي صار عليها المريضنا، وعلى رأسي الجانب النفسي. اليوم يجينا مريض كمان عنده عميله كان عنده توقف قلب، سوي له صدم وداخل مباشرة على القسطرة وزرعوا له شبكتين، وجا لعندي مزعوج لازم سوي له دعم نفسي. تقول ايش مزعوج؟ قال لي فتح صدره هيك، قال لي طلع يا حكي ايش مسوي، صدمي لي كذا صدمة وما له خبر، يعني لبعد ما يومين ثلاثة، لأنه دخل في كوما، بعد يومين ثلاثة لفاء وطلع على صدره. فلازم نقدم له دعم نفسي انه لولا هذا لما كنت اليوم لدينا. يقسم الانعاش القلبي الرئوي الى مرحلتين، مرحلة الدعم الحياة الاساسي البازيك لايف سبلاي او سبورت BLS، ودعم الحياة المتقدم ALS ادفانسد. كل واحد في له مجموعة من المعايير المتبعة. دعم الحياة الأساسي أكيوت ضمن المشفى، يعني ضمن الحالة الإسعافية، ضمن فريق الإسعاف أو الفريق المتدرب ريتما يصل الطبيب، هل بيقوم فيها؟ ممكن يكون خارج المشفى أو داخل المشفى،
الفريق اللي بيقوم فيه فريق المسعفين أو المتدربين حتى يصل إلى الأخصائي. يجب على المسعف عندها إجراء الدعم القلبي والتنفسي خلال 10 ثواني بالخطوات المعهودة. لا يحتاج المسعف عادة إلى أدوات أو أجهزة لإجراء دعم الحياة الأساسي، التكفي فقط قدرته على تشخيص توقف القلب وتوقف التنفس. يعني ممكن يقوم به المسعف أو المتدرب بدعم الحياة الأساسي، يشخص خلال 10 ثواني ويسوي دعم فقط، ممكن يقدم له أكسجة، ممكن يسوي له تمثيل. لكن دعم الحياة المتقدم لا يجرى دعم إلا في المشافي. دعم الحياة المتقدم كمان يجب أن يجرى خلال 5 إلى 10 دقائق من توقف القلب، إذ تتحسن فرصة النجاة كلما كان دعم الحياة الأساسي باكرا. كلما كان دعم الحياة الأساسي باكرا كلما أدى ذلك إلى دعم حياة متقدم أفضل، وكلما كان دعم حياة متقدم أفضل كلما خففنا العقابين اللاحقة. طبعا هناك مجموعة من الأدوات وجسد الإنعاش القلبي الرئوي ومزيلات الصدم، وهذه كلها موجودة في المشافي حتى حاليا في سيارات الإسعاف متوفرة. دعم الحياة الأساسي، الخطوات الأساسية حسب الجمعية الأوروبية بال 2015 ما اضطر عليه أي تغيير. رح ندرس البالغين فقط، الأطفال نترك الأطباء الأطفال. عند البالغين خطوات ACB وليس ABC، ACB. إجراء تقييم للطرق الهوائية وملاحظة المريض لا يتنفس، نقوم بالتمسيد القلب مباشرة ثم يتلوه التنفس، ويرجع ذلك لضرورة تأمين نتاج قلب ودوران بأقصى درجة بعد إعطاء التنفس. رح نشرح كل واحدة لحالة. في حال كان المريض متواجدا على الأرض، يقوم المسعف بالجثي على ركبتيه ويكون مقابلا لكتفي المريض، تساعد هذه الوضعية في مراقبة التنفس ثم تمسيد القلب دون الحاجة لتغيير وضعيته. شفتوا أكيد هيك الإنعاشات على اليوتيوب أو اللي حضر الإنعاش. لازم أول شيء نكون في منطقة أمان، خاصة مثل ما إن إذا كان في حادث أو في كان في عنا حريق، بنشوف استجابة المريض مثل ما حكينا، ممكن استجابة صوتية أو استجابة إعلامية. إذا كان المريض مستجيب تترك المصاب في مكانه وأول شغلة تتصل في الإسعاف، لكن غير مستجيب نطلب المساعدة. ولهذه الخطوة أهمية بالغة، حيث يقوم المساعد بالاتصال بالإسعاف ويقدم العون بعض العون للمسعف أثناء القيام بإجراءات دعم الحياة. لازم نحرر الطرق الهوائية ونضع المريض على ظهره. تحرير الطرق الهوائية، لازم أنا أسوي تحرير سريع للطرق الهوائية، وخاصة إذا كان المريض مثلا ابتلاع جسم أجنبي أو مريض في عنده كسر أو مريض عنده ابتلاع للسان، فهذا يسد المجرى الهوائي العلوي، بالتالي يؤدي إلى توقف قلب ونقص الأكسجة الدماغية. أحيانا بنشوفها بمرضى قصور قلب، وخاصة إذا كان عندنا في وزمات رئة، مفرزات الفم بحد ذاتها تؤدي إلى انسداد في الطرق الهوائية. لازم أشوف اللسان، لازم أظل دائما على اللسان. من المعروف ترتخي عضلات الفك السفلي عند الإغماء، فتتراجع قاعدة اللسان إلى الخلف، بالتالي تسد مدخل الحنجرة. لازم أحرر اللسان، انتبه دائما إلى وضعية تحرير اللسان وهي مناورة. مناورة إمالة الرأس إلى الخلف بهالطريقة، تضع يدك اليسرى على جبهة المريض وبإصبع واحدة ترفع ذقن المريض، بالتالي هذا يؤدي إلى ارتخاء اللسان ويرجع إلى مكانه بعد ما كان مغطي مسكر يعني مدخل الحنجرة. هي أحد الآليات. أو الآلية الثانية، آلية صعبة بصراحة، هي مناورة رفع الفك السفلي. تستخدم هذه الطريقة عند المباشرة بالتخدير أو عند الصحو أو تطبيق القناع الأكسجيني أو قناع التخدير، وتعد طريقة صعبة التعلم، تحتاج إلى مسعف متدرب لإجرائها. آلية الضغط على الفك ورفعه باستخدام اليدين. عم بلاحظ زاوية الفك، عم بصير عندنا ضغط بالأصابع الأربعة وبالإبهام يرفع الفك السفلي، يعني أو تلاحظ دفع الفك السفلي باتجاه زاوية الويس، بالتالي هنا تحرر اللسان. لازم ننتبه إنه ما بنسوي ضغط قوي،
بالأصابع الأربعة على الفك، ممكن يكون في عنا مشكلة في العمود الرقبي، بالتالي هذا يؤدي إلى زيادة الأدية. لازم ننتبه لهالشكل لهالشيء هذا، خاصة العمود الفقري. نعم، خوفا من وديد الحبل الشوكي. يعني سوي رفع الدقن للأمام والأمام مع بسط خفيف، ما بيسوي لي هيك استخدم لي عضلاتك فرجيني حالك أبو علي على مهل بهدوء. بعد ما بتساوي تحرير الطرق الهوائية، ممكن تقرب إذنك وتسمع صوت الهواء، أو تراقب حركات جدار الصدر، تلاحظ أنه جدار الصدر متنفس. ممكن إذا كان عندك سماعة بتصغي، مجرد ما تحط إذنك بتلاقي مريضك بلش يأخذ نفس. بنراقب التنفس خلال 10 ثواني، هالشيء كلياته لازم خلال 10 ثواني لازم أنت محرر مجرى الهواء. إذا كان المريض يتنفس بشكل طبيعي، ليس لديه توقف قلب، إنما فقط في حالة سبات، بنشوف النبض، إيش وضع النبض. إذا كان النبض طبيعي لا خوف عليه، وما في عنا أي تدهور بالحياة بالعلامات الحيوية، وما في عنا أي كسور أو نزوف أو رضوض، نضع يعني بنقوم بوضع المريض وضعية الصحو، وضعية جانبية هلا بنشوفها، ونطلب الإسعاف ونقيم التنفس. كل شوي بنطلع عليه انه مريضنا متنفس ولا لا. وضع، ما هي الوضعيه؟ الوضعيه على الشكل التالي: المريض مستلقي على ظهره، تقوم برفع اليد اليمنى للمريض بزاويه قائمه، وتثني اليد اليسرى باتجاه الخد الايمن، اليد اليسرى تثنيها باتجاه الخد الايمن بحيث تكون راحت اليد اليمنى على الخد الايمن. ثم تقوم بعطف القدم او الساق اليسرى على الساق اليمنى، وسوي عملية نصف دوران بحيث يكون المريض بهالوضعية، صارت يده اليسرى تحت خده الأيمن ويده اليمنى ممددة، وصار عنا بوضعية الأمام هاي، بحيث أنه يكون في عنا تنفس مثالي، وفي عنا استقامة في العمود الرقبي والعمود القطني، ما في عنا أي مشكلة. إذا كان المريض لا يتنفس أو تنفسه غائبا مباشرة، تطلب المساعدة ولازم تقيم إيش وضع القلب، وممكن تستخدم الرجفان، مزيل الرجفان الآلي، جهاز الصادم يعني، وسايب التمثيل. فإذا كان متنفس بشكل عفوي لكنه في حالة كوما، تحط إيدك على النبض، وضعه جيد لا تخوف. لا، مريض غير متنفس لازم الشيء تساوي له تمثيل، وممكن تستخدم مزيل الرجفان الـ IED. تمسيد القلب، طبعا تغير تمسيد القلب حسب البروتوكولات الحديثة، كل سنة بإذن الله تمسيد، لكن التمسيد الأساسي أول شيء لازم يجب علينا التأكد من استلقاء المريض على سطح صلب. ما بتحط ليه مثلا على كرسي، على سرير المريض وفيه راسورات مثلا، فأنت بتضغط على الفاضي. إذا كان على سرير العناية لازم تحط لوح خشبي تحته، وهذا بنطبقه نحن كثير. نجلس على ركبتينا إلى جانب المصاب، ويجب أن نكون على نكون أعلى من مستوى المريض. نضع الراحتين فوق بعضهما البعض، ونشبك الأصابع على منتصف الصدر بين حلمتي الثدي، أي على النصف السفلي من عظم القص، بعيداً عن ذروة القص مشان ما بنكسر الأضلاع، وهي بتحصل كثير، لازم ننتبه إذا كسرنا الأضلاع دخلنا في ريح صدرية. ونحافظ على استقامة الساعدين، يا ما بنسوي إنعاشات وكل واحد تاني ثاني المرفق بألف زاوية، مو بزاوية حادة، بزاوية منفرجة كمان. لازم يكون المرفق الساعدين بشكل مستقيم، ونتأكد من أن الذراعين تأخذان وضعية شاقولية. ثم نقوم بضغط القص للأسفل بمقدار 4 إلى 5 سنتي. شوف الشيء العلمي، 4 إلى 5 سنتي، مو والله طبق لي وزنك الهائل واضغط دون أن يتجاوز 6 سنتي، وبكون بذلك قد حصرنا القلب بين القص من الأمام والفقرات من الخلف. احنا فقط رح نساوي حالة فيزيولوجية للعضلة القلبية، هلا بنشوف ايش رح نساوي له. لا نقوم بالضغط على الصدر بفعل عضلات الزنار الكتفي، لا، لازم تستعمل ثقل جسمك، يعني خاصة النصف العلوي تضغط، لكن مو تضغط والله بقوة. على هالشكل هذا نشفي على ركبتينا،
سطح صلب تحته، نضع اليدين في منتصف بين حلمتي الثدي إلى الأسفل قليلا، ونشابك الأصابع والضغط اليدين، اليدين يجب أن تكونا مستقيمتين، ونستخدم لاحظين أنه اليدين بشكل مستقيمتين، ولا لا تستعملي ضغط يدك، لا استعمل ضغط جسمك أو ثقل جسمك كل يده. تفضل. يجب عدم الاتكاء على جدار الصدر أثناء جلسة سي بي آر. كل ما بنساوي أي مناورة لازم نسمح لجدار الصدر بالارتداد بسبب التالي. خلينا نلاحظ الآلية الميكانيكية. في الحالة الطبيعية يكون الضغط سلبي ضمن جدار الصدر وهذا معروف، حيث يزداد سلبية الضغط أثناء الشهيق ويقترب من الصفر أثناء الزفير، فإن تطبيق الضغط على الصدر سوف يؤدي إلى عكس الضغط السلبي ضمنه إلى ضغط إيجابي. أنت لما بتساوي سي بي آر رح ترفع تحول الضغط، وهو الضغط السلبي تقريبا من ناقص 1.5 ناقص 3 تحوله إلى ضغط إيجابي، وهذا الضغط الإيجابي رح يسوي ضغط على العضلة القلبية، بالتالي بيسوي لها عصر للعضلة القلبية بهالشكل، هذا ضغط إيجابي عاصر للعضلة القلبية. فأنت لازم تترك جدار الصدر يرتد بشكل عفوي كي يرجع الضغط السلبي، بالتالي عودة الضغط السلبي رح بالضغط لما أنت عم تعمل سي بي آر بضغط يديك رح تسوي ضغط إيجابي في القفص الصدري، بالتالي هذا يؤدي إلى نتاج قلبي صنعي. لكن عندما تترك جدار الصدر يرتد فهذا رح يسوي لي عود وريدي عفوي، فهذا يكون تدبير مثالي. ملاحظين كالبالون العضلة القلبية ضغطنا نحن بشكل صنعي، ضغطنا العضلة القلبية حصرناها ما بين جدار الصدر والفقرات، بالتالي أعطاني نتاج قلبي صنعي. لكن عندما تركنا جدار الصدر يرتد بشكل عفوي تحول الضغط إلى ضغط سلبي، لما بصير عندك ضغط سلبي بالون وفشت فإيش راح تسحب معها؟ راح تسحب معها العود الوريدي، فبزيد العود الوريدي العفوي، وهذا كله يسمح بإعادة إنعاش العضلة القلبية. ولازم كيف أنا أتأكد أنه من صحة التمسيد؟ لازم أشوف النبض المركزي أهم شيء، مدسوس ولا لا، وجود ضغط دموي يمكن قياسه، وأطلع الحدقات متفاعلة مع الضياء ولا لا، وعودة العودة الـ ETCO للحالة الطبيعية. ما هي الـ ETCO؟ هو معدل الـ CO2 في الهواء المسفور، وهو يتعلق بكل من التروية والدوران، وهو مشعر للتروية ونتاج القلب بالجهاز الأكسجة بيعطينا إياه. مثال نظري ما بهم، بس دقيقتين أطلع على التخطيط وبعدين أشوف. عمرك 53 تعرف؟ السوابق الدوائية هاي شكلتها خفقان مع دوار. مين يشاركني بالحالة يا شباب؟ وينكم عم تسمعوني ولا لا؟ شكلتها خفقان مع دوار. ايه سامعينك حكيم، عرضنا الصورة، عرضنا اياها. انا طيب ثواني سايل عرضتكم، عرضتكم من امبارح المساء مباشرة معها. امبارح لهلا. طيب خلينا ابعدوا منا معك حكيم اليوم. بين الفيديو ما؟ هيك بين. يلا بس الصورة ما طلعت. 63 سنة، 53 53 سنة، خفقان من البارحة لأول مرة، لأول مرة خفقان لأول مرة. بين التخطيط عليكم حكيم، إذا بتصورها وبتشارك الصورة بجوز تكون أفضل. لا ما راح أصورها. طيب أنا بدي أحكي التخطيط. التخطيط RR غير منتظمة، غياب موجة بي، سرعة تقريبا 150، QRS ضيق المركب، تطور R طبيعي. سرعة قلب يعطيني SVT. هو SVT بس أعطيني شو التشخيص التفريقي. أنا SVT خطأ علي. RR غير منتظمة، غياب موجة بي. AF. AF.
كويس. تسرع قلب اف، تسرع قلب اف، تسرع قلب رجفان وذيني اف اف. طيب اف منذ البارحة تدبيره بناخده بعد ساعة نتلحى عن الأرض. بدك تقول ايه؟ نفتح وليد على عينيه هلا بنزل دي جبسين لا شو لا حصر بيته على تبرلول. تمام خلاص هدي نوزين بنعطيه للاس بي تي، لكن بالنسبه لل بعطيها بالنسبه للراجفان شلون بعطيها تمنيه. اي اعطيها تمنيه انا منيه. في عندنا ميكروبرول ما بس وحده خمس زائد فوز واحد خمس زائد في 15 دقيقة معك لسان. خلينا نشوف حصل كلس حكيم بتصير حصل كلس بيصير كلهم بيصير كلهم أصلا بيصير. طيب نرجع على محاضرتنا سبب أنا بحاصر كلس وأنا بحاصر بيتا. المحاضرة سهلة صعبة شلون شايفين؟ معلومات بسيطة لازم شاركوني. دكتور محاضرة الحمد لله سهل يعني تقريبا حكي كله تقريبا أخي. بس أنت المشغل اللي مشغل عليه الملف حكيم قالب الكتابي بالعكس لأنه إيه بقى الأرقام يعني الأرقام بالعكس معلش يعني بس المشغل غير المشغل بمشي الحوار يلا الأرقام هي بالعكس صايرة معلش أنا عم بحكيها حفظانة هي محاضرة إن شاء الله تكون سهلة يعني ما بدها شيء لكن لازم نعرفها. طيب بالنسبة لإجراء التنفس الاصطناعي خارج المشفى التنفس الاصطناعي خارج المشفى أول شيء لازم أتحرك الطريق التنفسي أقوم بوضع وضع يدنا اليسرى على جبهة المريض وأرفع الذقن أقوم بعملية بسط ثم أقدم دعم أكسجيني للمريض يعني الهواء اللي عندك انت لازم تسوي انعاش للمريض. انت ما في عندك هون امبا ولا عندك منفسه لازم تعطيه ضغط سلبي او ضغط ثاني اكسيد الكربون. كل زفير عند الانسان هو ثاني اكسيد الكربون لكن يحيط كميه 15% من الاكسجين بالتالي هذا بعيد الترويه القلبيه والدماغيه. اسوي عمليه فملي فم او فملي انف الاليه معروفه معدل يعني فملي فم أو فملي أنف لازم فيه هنا عرض نأخذ نفسا طبيعيا وليس نفسا عميقا مشان ما نسبب فرط تهوية للمسعف أيضا يعني بعدين نحن بيكون مريضنا هو كوما وغايب عن الوعي والمسعف وبسطنا بيدوخ بصير عنده فرط تهوية. نأخذ نفس طبيعي وبسوي بسط للرأس ورفع الذقن كما سلفنا ثم نبتعد عن المريض نلاحظ ارتفاع الصدر بالضغط ثاني بالنفخة الأولى ترك المريض بصير خروج الهواء بينخفض الصدر. الآلية تقريبا بصير خلال ما بتتجاوز مدة التنفس 5 ثواني يعني خلال 5 ثواني لازم نكون مطبقة أنا لا حتى بيجي فريق المسعف. يسمى النفس الذي نعطيه بهذه الطريقة بنفس الإنقاذ rescue breath يعني عم ننقذ المريض يعني حالة إسعافية. معدل التمسيد إلى التنفس 30-2 30 تمسيد CPR يعني 30 ضغط على الصدر 2 نعطيه نفس بمعدل 4-5 دورات في الدقيقة البروتوكول المعروف هذا 30-2 4-5 دورات في الدقيقة. الدورة الأولى كل دورة 100 مرة في الدقيقة بنسويها وعدد مرات التنفس 5-10 مرات في الدقيقة هذا البروتوكول المعهود نحصل على نتاج قلبي تقريبا طبيعي. إذا صح المريض وبلش في الحركة بعد لا تسوي له أي شيء واتركه وراقب فقط بس وصل الطاقم الطبي هو بيسوي CPR. إذا كنت عم بسوي CPR يعني وصار معك إرهاق لازم تريح أقل شيء دقيقتين يعني هذا الحكي حكي نظري وعملي
حفظانين كلياتكم. طيب اجراء التنفس الاصطناعي في المشفى، ايش هن الادوات اللي بنستعملها؟ راح احكي عليها بشكل سريع بصراحه. للامانه اثناء فحص التخرج كنا عارضين هالادوات هي كلياتها لطلاب السنه السادسه. شو اسمه هذا؟ هذا يشاركني. هذا الامبو. وهذا الامبو هذا حكيم. هذا يلا. وهذا شو اسمه؟ مو مبين الصور حكيم، بعد كانوا مو مبين الصور. هذا شو اسمه؟ قنية الأنفية البلعومية. واضحة الصورة؟ واضحين لازم. هذا شو اسمه؟ قنية الأنفية البلعومية. هذول كلهم عرضناهم لطلاب السنة السادسة، كثير من الطلاب فشلوا في تعريفهم بالأمان، وخاصة كنا يعني من ناحية الأطفال يعني عرضناهم، فشل الطالب إنه ما عرف إيش هاي القنية الأنفية البلعومية. هاي اسم القنية الأنفية البلعومية، لازم أعرف ليش بتستعمل وكيف أطبقها. حتى أنا لو طالب سنة سياسة، هاي اسمها قنية أنفية بلعومية، أنت مريض راح تسوي له CPR، استعمل لي إياها لأشوف. للأسف ما حسن يحطها على الدمية. هاي بالعكس بيركبوها بعدين بيركبوها. أحسنت، 180 درجة. أورال أيروي تمنع رجوع اللسان للخلف وإغلاق مجرى الهواء، يعني لها دور كبير هاي في الإنعاش. أي تقوم ببعاد اللسان عن جدار البلعوم الخلفي. نختار قياسها حسب المسافة ما بين شحمة الأذن والفم. طيب نأخذ القياسات لكل شخص في له قياس خاص فيها. بين صوار الفم وشحمة الأذن يتم إدخالها في الفم كالملعقة. التقارب يكون نحو الأعلى. عم نلاحظ تقارب نحو الأعلى. ثم نديرها 180 درجة بعد ما بندخلها. فصدر منها 180 درجة. عندها تضغط على اللسان فتتابع متابع إدخالها حتى تستقر في مكانها. أصلا اسمها قنية فموية بتوصل حتى البلعوم، شان اللسان ما بيسكر لي البلعوم الخلفي. ولها دور كبير يعني. هاي بيستعملها إذا كان مريض ختيار وما عنده أسنان، وراح تسوي له تنبيب، فأنت ما في عندك شيء خشن تتكى عليه مثل الأسنان سطح صلب يعني، فنستعملها. أو إذا كان هاليكم مذكورين، إذا كان واحد بدين وشخص عنده رقبة قصيرة ونعاشه يعني تنبيبه سيء جدا، فبنحط القنية الأنفية البلعومية، بنحطها بشكل المقعر ثم بنديرها بشكل 180 درجة تستقر في البلعوم الخلفي، تمنع رجوع اللسان إلى جدار البلعوم الخلفي. فلازم أعرف هاي اسمها قنية الأنفية البلعومية أورال أيروي. هاي واحد قنية الفموية البلعومية. طيب في عندي شيء اسمه القنية الأنفية البلعومية نازل أيروي. الأنفية البلعومية تستخدم عندما يكون من غير الممكن وضع القنية الفموية البلعومية. ها هي النازل، بندخلها من الأنف باتجاه البلعوم الخلفي، ها هي حتى مدخل الحنجرة. إذا هاي اسمها قنية أنفية بلعومية. إذا كان من الصعب وضع القنية الفموية، بروح للقنية الثانية، هي القنية الأنفية. كل هالشيء هذا بنشتغله مشان فقط ما بس مجرى البلعوم الخلفي، أهم شغلة هاي. وكلا الأداتين السابقتين تستخدمان لدى المرضى المسبوتين، مريض يعني مريض كوما مسبت، يعني في عندي إصابة دماغية تامة مع فقدان وعي، مريض فقدان وعي تام ومنعكساته يعني مسبوتة. لازم يكون هون في عندي الكيس أو الصمام أو القنع أو كيس الأمبو، ليكو قنية الأمبو وكيس الأمبو. اسمه الكيس أو الصمام أو القناع باك فالف ماسك فنتريليشن أو كيس الأمبو أمبو باك. يستخدم القناع الشفاف الذي له وسادة ولا يحتوي على فتحات، وذلك لإعطاء التهوية الإيجابية. يجب أن يكون مناسب حسب حجم المريض، بحيث تنطبق ضربة القناع على جدار الأنف
جدار الأنف، والقاعدة بتكون على أسفل الثنية الذقنية أو على أعلى الثنية الذقنية حسب حجم المريض وقديش عنده فم كبير صغير وإلى آخره. طبعا رح ناخذه لاحقا، نرفع نضغط بالأصابع رفع الفك السفلي للأعلى، واليد اليمنى لاحظين ضغط على الأنبول، اليد اليسرى ماسك بهالشكل هذا. ممكن طبعا في يد واحدة ممكن تمسكها بشكل حرف E، أصابعك بتكون والأنبول بشكل، والكيس بيكون بشكل حرف C. على كل حكي ما بيهمنا كثير، إذا كان عندي أكثر من مسعف بيساعدنا كثير بالإسعاف. في حال وجود مسعفين متناوب بيناتهم بالسي بي آر لتجنب تعب المسعف، يعني واحد بيسوي تمسيد واحد بيريح شوي، لأنه مرهق التمسيد لواحد بصراحة. نحن هون أحيانا بالمشفى بنكون مجتمعين أربعة فقط لندعم انعاش القلب الرئوي. الخطوة الأساسية هي مزيل الرجفان الآلي الأوتوميتد إكسترنال ديفيبريليشن ديفيبريليتور الأيدي، هو جهاز آمن وفعال يمكن استخدامه سواء بيد المسعف، يعني ممكن سيارة الإسعاف موجودة فيها، أو بالأطباء داخل المشفى خارج المشفى. بيزيل الرجفان البطيني أو التسرع البطيني في حال غياب النبض، وقد أصبح من ضمن أساسيات الجايد لاين الحديثة لدعم الحياة الأساسية بي إل إس اللي عرفناها. يجب توافره في جميع الأماكن، حتى شركات الطيران لازم تكون موجودة، حتى أحيانا في الدول الأوروبية في الشوارع بيحطوه، لازم واحد يعرف شلون يستعمله. تشغيل الجهاز ووضع مأخذي الصادم على صدر عاري بالطريقة الصحيحة راح نذكرها هلا بعد شوي. الباتشات نحن بنقول باتش، يعني بنحطها واحد على الخط الإبطي المتوسط الأيسر والآخر تحت الترقة اليمنى، ليكون لازم باتشات. هذول هن الباتشات مزيل الرجفان، هذا ذاتي آلي. باتش بنحطه على الخط الإبطي المتوسط أو الخط الإبطي الأيسر تقريبا على قمة القلب، والثاني بنحطه أسفل الترقة اليمنى. باتشي لك الجهاز، والجهاز له هيك إشارة EAD شك، يعني علامة الشك هاي. الجهاز ذاتي أو آلي يعني بيقرأ وبيصدم لحاله، يعني ما بيعزبك. وفي جهاز مونيتوري، يعني أنت لازم تقرأ وأنت لازم تصدم، يعني يدوي، لكن هذا لحاله أوتو لحاله لأنه اسمه أوتو. نتأكد من عدم وجود أي شخص ملامس له، رح يوجه له صدمة بعدين. كل ما صدم بيسوي سي بي آر، كل ما صدم بيسوي تمسيك مباشرة. إن استخدام مزيل الرجفان الآلي خلال 3 إلى 5 دقائق من فقدان الوعي يمكن أن يرفع نسبة الحياة إلى 50 إلى 70%. شوفوا كل ما استخدمناه بشكل أبكر كل ما كان نسبة النجاة كبيرة. كل دقيقة تأخير تؤدي إلى إنقاص نسبة النجاة بنسبة 12%. لاحظين في أول 3 دقائق استخدمنا 70% أعطاني نسبة نجاة، تخيل بعد ربع ساعة عن 3 دقائق نسبة النجاة 10%. تجرى الصدمة 105 إلى 360، ثنائي الطور لحاله بيزك الجهاز، أو في إحادي الطور مونو نحن بنستعمله. العادي الباتشات الأوتو هو ثنائي الطور، يصدم يعني بشكل بيزي، نحن بنقول بيزك بيعير لحاله كمان 150 إلى 300 بيعير. مثلا إذا في عندي رجفان بطيني ببلش لحاله بيصدم، بيقرأ إنه في عندنا رجفان أذيني صار، ممكن يقول في عندك رفرفة، يقول لك رح أساوي شك بعد ثواني بعد كذا، ينطق لحاله. هاي البروتوكولات اللي قريناها كلياتها بشكل خوارزمي، في فيديو بتتابعوه لحالكم كمان. هذا الباتش زي ما ذكرناه. طيب انا اذا كان عندي حرارة الطريق الهوائي
اطلب المساعده، حررت الطريق المهاوي سند اور 112، بتصل بالاسعاف، سويت سي بي ار 30 ل 2. اذا كان في عندي مزيل الرجفان بطبق مزيل الرجفان، اذا كان عندي الصدمه الاولى الشوك ادفاسد واحد شوك 150 ل 300، مريضك مثلا على 150 ثنائي الطول، يعني سويت سي بي ار، سويت تمسيد، اول شيء بتتصل دائما اطلب المساعده، اسعاف او اي واحد بيعرف بالانعاش. عملت سي بي ار 30 ل 2، 30 تمسيد، 2 اكسجين، 2 تنفسي، عندك مزيل مزيل الرجفان، بستعمل مزيل الرجفان، طبقناه مباشره، بساوي سي بي ار مره ثانيه لدقيقتين متتاليتين. المده الزمنيه حسب البروتوكول الاوروبي، يعني لازم نعرفها، انه بعد الصدم بساوي سي بي ار فور 2 مينيت. يعني عند الاطفال ما راح ناخذه. طب هون بعد ما سوينا سي بي ار، سوينا بنسوي تنفس اصطناعي، تنفس الاصطناعي اما في الانبو هو لوحده بعد دعم حتى نوصله للمنفسه، او على جهاز التنفس الالي المنفسي. يعني لا هون بقى استفاده الانعاش كله بالنسبه للاطفال. الاطفال ما راح اقرب عليه انا، مو لالي. هاي السي بي ار بشكل عام، يعني لازم انتم هيك عاملين دوره وشايفين مريض شلون بيسوي له السي بي ار. اتمنى انه الخطوات يعني ما بننساها، ايش هي الاسباب اللي بتوقف اسباب توقف القلب، وايش هي اكثر اسباب الكهربائيه شيوعا، الالكترو اسف كهربائيه القلب شيوعا، اضطرابات النظم الشيوعي اكثر اسباب توقف القلب، وكيف اول اجراء بتكون فيه تتصل بالاسعاف، وكيف بتساوي سي بي ار حسب الجمعيه الاوروبيه. يعني وهالسي بي ار هذا اذا كان عندك جهاز الصادم كيف تستعمله. راح اخذ بس استراحه 10 دقائق، في عندي مريض اشوفه وارجع، اسمحوا لنا بعد اذنكم اكمل مريض الكورونا. يا غالي ميت. طيب انا نازل دقيقه، يلا بس اشوف مريض الاسعاف. معي يا شباب.